لحسين بلعب كرة على شماله مباشرة، الهجوم من جديد فريق الرفاع. الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول، وكرة داخل الشباك. الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق مرديكيون، يحرز الهدف الثاني لفريق الرفاع البحريني. شاهدوا الكرة البينية العميقة وكسر ناجح لمصر التسلل، والتسديد مباشرة على يمين حارس المرمى، والتقدم للرفاع بهدفين مقابل هدف واحد. يا سلام يا سلام على اللحظات المثيرة الجميلة السريعة والغزيرة بالأهداف هذه.